نتكلم على موضوع مختلف شوية، وهو برضو ابلكيشن من الابلكيشن بتاعت اللايت انتراكشن with بيولوجيكال تيشوز، وهو هيتنج تيشوز with لايت. اوكي، ده ممكن نلاقيه في البايوميديكال ديفايسز، ان يعني في الفورم بتاع هايبرثيرميا، ان احنا نسخن الجسم شويه بحيث ان هو يبقى يعني يتخلص من الكانسر الموجود جواه، لان معروف جدا الكانسر عند 42 درجه بيبقى فعلا بيبقى خلاص الكانسر كلها بتموت. نفس الكلام بالظبط احنا ممكن نستعمله في ابلكيشن تاني بنسميه تيشو ابليشن. تيشو ابليشن ده احنا بيسكلي بنحرق تماما التيشو اللي احنا بنتكلم عليه، وده عاده بيستعمل مثلا انا بعمل عمليه وفي مثلا برضو منطقه بتاعه كانسر موجوده، ممكن المنطقه بتاعه الكانسر دي اسخنها بحيث ان هي المنطقه كلها اللي فيها السيلز دي تتحرق تماما ومتبقاش موجوده. اوكي، الهيتنج برضو ممكن يبقى سايد افكت من حاجه اسمها الفوتوثيرابي. الفوتوثيرابي اللي احنا اتكلمنا عليه قبل كده، ده ممكن مثلا لما انا بعمل فوتوثيرابي لشخص مثلا عشان جوندس ولا حاجه، ممكن هيتنج يحصل نتيجه برضو ان انا متعرض للايه، لللايت بتاع الفوتوثيرابي ده. اوكي، اللي عايزين نعمله دلوقتي بقى عايزين نعمله موديلنج عشان نفهم بالظبط ايه اللي بيحصل. فالموديلنج ده هيبقى فيه سورس تيرم، هيبقى فيه بيعبر عن الديبوزيشن اوف فوتون انرجي، وترم تاني للفلو اوف انرجي اواي ان ذا وورم بلاد. يعني بمعنى ان احنا عندنا التيشو بتاعنا هيبقى فيه جزئين، جزء نفسه يعني الموديل بتاعنا هيبقى فيه جزء بياخد الفوتون انرجي ويدخلها جوه التيشو عشان يسخن التيشو دي، وفي نفس الوقت التيشو ده موجود جوه تيشو ثانيه وفي بلاد فيسلز داخله جواه وخارجه منه، فبتاخد الانرجي دي اواي فروم الجزء اللي انا بسخنه دوت. فعايزين نشوف التو مودلز او الموديل بتاعنا اللي فيه التو تيرمز دول هيبقى معمول ازاي.